أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقدر دوما علاقتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم إلى جانبها، مشيرا إلى أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز، قال إننا حريصون كتوجه دولة على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع، داعيا إلى الابتعاد عما يسيء إلى تلك العلاقات. احنا سياسة مصر دايما سياسة بتتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج. وبالتالي انا عايز اقول ان انا بتابع مواقع التواصل وبشوف ان ساعات بيبقى فيه يعني حماس زيادة او حتى مش عايز اقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده. انا بتكلم على مش بتكلم على موضوعات محلية، انا بتكلم على موضوعات خاصة بعلاقتنا مع اشقائنا، وده امر يا جماعة ننتبه ليه كويس. طب احنا هنمشي ورا بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الاشقاء؟ احنا علاقتنا طيبة بالجميع، وده منهج احنا ماشيين بيه مش النهاردة، احنا بقالنا من يعني منذ تولية المسؤولية ده مسار انا بننتهجه كدولة، حتى في الازمات وفي الخلافات مثلا كبيرة كنتوا شايفين ان احنا دايما يعني ما فيش تصريحات سلبية ابدا ومنضبطة جدا، وبالتالي ما يصحش ان احنا يعني نسيء لأشقائنا، ومش هقول نسيء بقى، وما ننساش ما ننساش وقفة أشقائنا معانا. فين لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم.